سامدوريا بولونيا الدور الايطالي السيري اي وين الجوله 23 ونقولوا باللي وين سامدوريا وش عندنا عبد نقولوا عبد الحميد صابيري وين سجل ضربه جزاء في الدقيقه 68 يعني لصالح سامدوريا هدف تعادل، لكن وين ريكاردو وين اضاف الهدف الثاني في الوقت البدل الضائع لصالح بولونيا، يعني كانت مباراة قوية مقابلة قوية جدا شأنها وين الشوط الأول اللي انتهى بهدف للصفر لصالح يعني بولونيا، وين روبرتو وين سجل الهدف الأول في الدقيقة 27 شاهدنا عبد الحميد الصابري الذي سجل هدف التعادل في الشوط الثاني في الدقيقة 68 عن طريق ضربة جزاء، ريكاردو وين في الوقت البدل الضائع وين لصالح بولونيا وين يخادع دفاع سامدوريا ويسجل هدف الفوز، يعني كيفاش وديروا الحارس تاع سامدوريا شان جينسون شان بيرام شان بيرناو توماس المهدي لاريس يعني هاري وينكاس شان مايكل فيليب سام لاميز يعني وين شان الدخول نيكولا ليساندرو ماريوس توماس عبد الحميد الصابري الذي سجل هدف تعادل، لكن انهزم وين بولونيا لوكاس يعني في الحراسه ستيفان جون شان خوكين شان اندريا جيرارد نيكولاس لويس روبرتو موايس يعني ريكاردو المسجل هدف يعني الفوز يعني جورجينوس نيكولاس جاري ميشيل وانطونيو اللي دخلوا في الشوط الثاني وين عطاو دفعه شان وين نقولوا باللي كانت بولونيا نوعا ما مسيطره يعني 57% نسبه استحواذ 446 تمريره بولونيا سامدوريا 295 تمريره فقط، يعني وين تشوف عدد الركلات وين بولونيا وين كان مسيطر ثمن ركلات يعني ثمن ركنيات وحده لسامدوريا 43% نسبه استحواذ سامدوريا، شان سامدوريا اللي دخل بخطه 4-3-4-1-2 شادنا وين بولونيا اللي دخل 4-2-3-1 يعني وين كل مدرب وكانت عنده يعني النظره تاعو كل مدرب يعني وين حاول يفوز في هذه المباراه، هذه هي المباراه وين الجوله 23 سامدوريا بولونيا الدور الايطالي السيري اي. بلا ما تنساو عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله ديما معكم بجديد، ومشي ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.